السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في الفيديو الجديد اليوم اللي غادي نكملو فيه مع بعضياتنا طريقه عمل هاد الفراشه هادي المهم انا شحال هذا كنت نزلت مجموعه ديال الفيديوهات اللي شرحت فيهم طريقه عمل هاد الرشمه هادي كيفاش حتى رسمناها على على الورقه والمهم كل شيء وكيفاش حتى ركبت هاد الوردات ديال الموزونه المهم جميع التفاصيل غادي نخلي لكم الروابط ديال الفيديوهات السابقه اسفل هاد الفيديو في صندوق الوصف المشكلة شنو المشكل اللي وقع وهو هذيك السفيفة اللي كنت خدمت معاكم في الوسط حتى خدمتها وساليتها ومن بعد فكرت انني قلت علاش ما نزيدش نكبرها نكبر لها الحجم ديالها المهم هي هذه السفيفة اللي كنت خدمت معاكم سابقا بالنسبة للسيدات اللي مهتمين بهاد السفيفة هذه كيفاش حتى درتها بالعقيق فغادي نتلقاو الفيديو خاص بها يعني درت فيديو خاص بهاد السفيفة هذه كيفاش حتى خدمتها من البداية المهم شنو وقع هو انني قررت نضيف بعض الاضافات على هذه الخدمه ف خدمت جوج درت جوج ديال السفيفات بنفس العرض كيف ما كتلاحظوا معايا نفس العرض ودرت هذيك الدوره ديال العنق طبعا الحال ما درتش انا الدوره ديال العنق كامله الوجه والظهر درت فقط الوجه والظهر ما خدمتوش المهم هي هذه السفيفه هذا هو الطول ديالها تقدروا انكم إما تديرو نفس الفكرة اللي أنا كنت درتها سابقا أه كنت درت غير سفيفة وحدة ولصقتها في الوسط فقط او تقدروا انكم تزيدوا في العرض ديال السفيفه يعني ديروها كبيره بحال هذه مثلا نفس العرض ديال هذه وتلصقوها او تقدروا انكم تزيدوا الاضافه اللي انا أه درت المهم رشد الفكره واش غتعجبكم ولا لا أه خليوا في التعاليق الا عجبتكم الفكره كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نوريكم كيفاش آه غادي نخدم هاد الوسط ديال اللي ما بين آه السفيفات بجوج قررت انني قلت علاش اللي ما ناخذش العقاد آه ديال الجلالب اللي تيداروا في الجلالب طبيعه الحال حنا كاملين عارفين بلي العقاد ديال الجلالب آه كنستعملوهم في هذيك السفيفه ديال العماره وكنديروهم في الوسط المهم انا قلت علاش لي ما نديرهمش في هذه هاد السفيفه هادي واخا هي بالعقيق قلت غادي نجرب هاد الفكره المهم انا جربتها وجاتني مزيانه كنتمنى حتى نتوما تجيكم الفكره مزيانه بالنسبه لي ما هاد الفكره ديال العقاد يعني ما هاد الفكره تقدر انها تستعمل فقط هاد السفيفه هذه ديال العقيق ودير مثلا واحد النوع اخر ديال العقيق ديرو في الوسط عوض هاد العقيدات هادو تحيدهم ودير شي نوع اخر ديال العقيق أه يكون مثلا الحجم ديالو كبير وديرو في الوسط غادي يجي حتى هو رائع المهم انا قلت غادي نستعمل هاد العقيدات هادو أه بطبيعه الحال اللي كتعرف تصاوبهم تقدر انها تصاوبهم واللي ما كتعرفش أه تشوف مع شي خياط يبيعهم ليها ولا ولا تشوف شي وحده اللي كتعرف تصايبهم وتبيعهم ليها المهم كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندي جوج ديال الخيوط وواحد القضيه اللي هدرتش لكم عليها اه في الفيديوهات السابقه الا لاحظتوا معايا كنت استعملت اه واحد الخيط اه الخيط ديال النيلو اه من بعد هذاك الخيط كان في اللون الابيض وصراحه ما جانيش زوين في ال... في ال... في هذه هاد الفراشه هذه هذا الشيء علاش انا قررت نستعمل نفس اللون ديال الفراشه ودرت غير خيط عادي ديال الجراره عادي الخيط اللي تنخيطو به غير هو انا ضوبلته على ربعة ديال المرات يعني كل خيط خدمت به على ربعة ديال المرات ضوبلته وعاودت سفيفه كاملة يعني عاودت حليتها وعاودت خدمتها كاملة وزدت الثانية وعاد نفس الخيط هاد اللي تيشيط لك من 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 السفيفة حاولي بطبيعة الحال انك ديري خيوطة يكونوا طوال الحجم ديالهم يكون طويل, دياله طويل باش ما تطريش انك تلصقي خيط جديد حيت التلصاق ديالو كيكون شويه صعيب من الافضل انك تخلي الخيط يكون طويل باش تقدري يكفيك انك تركبي به هاد العقاد هادو ويكفيك انك تدوري على هاد السفيفه ملي نبغيو نركبوها فوق من التوب يعني ضروري الخيط يكون الحجم ديالو طويل يعني حاولي انك ديريهم طوال غير باش تجيك القضيه سهله المهم دابا عادي جدا غادي خودي برا أه يكون الحجم ديالها بطبيعه الحال رقيق باش تخدملك في هذا العقيق هذا حيت العقيق يعني مدخلين فيه الخيط اللي على ربعة وبحال دابا كتعاودي الضوبلي يعني كتزيدي ربعة اخرين هي ثمانية هداك الشيء علاش خدي براتك الحجم ديالها رقيق وبقاي انك كتلصقي هاد العقاد على آه السفيفه ديالك اول حاجه غنبداو غير بجهه جهه وحده وغادي نحاول انني منخدمش نخدمش بزاف غنبقى نخدم على اليمين وعلى اليسار على اليمين وعلى اليسار حتى نوصل لتحت باش ميجينيش يجينيش الديكالاج لتحت يعني الا بقيتي غاده حتى الراس عاد عاودتي درتي يقدر يخرج لك ديكالاج يقدر ما يخرجش ولكن من الافضل ان حنا نلصقوا جهه بجهه يعني نديرو نخدم هنا شويه ونزيد نكمل لاحظوا معايا مزيان اما ركبوا جوج ديال العقدات ولا ثلاثه ديال العقدات عاد وركبوهم في الجويه بجوج على اليمين وعلى اليسر عاد زيدوا ديروا جوج اخرين ولا ثلاثه وبقاو هادين بحال هكاك يعني مثلا جوج 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 حتى توصلوا للاخر كيف ما كتلاحظوا معايا الان انا ركبت جوج ديال العقاد ما كيتب يعني حاولوا انكم تثبتوهم واحد شويه المهم انا هنا راني حليت 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 هذيك الضربه الاخرى وعاودت باش نعاود نتبتها مزيان حيت بانت لي ما تيبتاش غير مشات لي هذيك اللقطه من المونتاج المهم لاحظوا معايا مزيان غادي نحاول انني نمشي في هاد العقيقه اللي حداها مو من الطريقه ديال التركاب ديال هاد العقاد على على السفيفه سهلة غير كتبقاي كتلصقي فيهم مزيان وصافي يعني كتبقاي تحاولي انك ديري الخيط حتى تبان لك باللي هي راه صافي تبتات غنعاود نجر هنا في هاد العقيق هذا هنا كيف ما كتلاحظوا معايا ركبت ثلاثه ديال العقدات والان غادي ناخد اما براق وحدة اخرى من الافضل تخدمي بجوج ديال البراوات غير باش تسهلي عليك الخدمة الا عندك غير برا وحدة خدمي بها ماشي مشكل لاحظوا معايا هنا رجعت حتى هادي رجعت تبتها مزيان المهم حاولوا ديما فين ما في تخدموا واحد العقده رجعوا شوفوا راسكم واش تبتوها مزيان ولا لا عاد زيدوا كملوا لاحظوا معايا الان غادي ناخذ براق وحده اخرى وغادي نلصقها في هذه الجهه المقابله هنا كيف ما كتلاحظوا عندي جوج ديال الخيوط كركب البرا غير في خيط واحد يعني غير في هذوك ربعه ديال الخيوط والخيط الاخر غادي نخليه باش نخيط به السفيفه هذاك هو اللي غادي نخيط به السفيفه فوق الثوب المهم هنا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نحاول انني نثبت هاد العقاد هادو من الجويه بجوج اهم اهم حاجه وهو انكم بقاو غاديين كتخدموا على الجويه بجوج يعني على اليمين وعلى اليسار تبتوا جوج ديال العقدات او ثلاثه ديال العقدات على اليمين واليسار وعاد زيدوا ثلاثه وحده اخرين كيف ما انا هنا درت انا بقيت غادة ثلاثه بثلاثه حتى وصلت الاخر ما مشيتش يعني وحده على وحده عاد رجعت ركبتهم واخيرا كملت هاد الثلاثه الاولين المهم شوفوا هذا هو المنظر ديالهم كيجي بحال هكا كيجيو الطريقه هذه حاولوا انكم تشدوهم مزيان على اليمين وعلى اليسار باش يثبتوا وما يجيكمش عوجين المهم انا غادي نكمل التركيب كما قلت لكم غنبقى هذا ثلاثه بثلاثه او جوج بجوج المهم العدد اللي بغيتو تقدروا ديرو حتى وحده بوحده الا كنتي مبتدئه اول مره غدا تخدمي ديري غير وحده بوحده وبقاي غادا بشويه عليك حتى تكملي <applause> يعني حتى شي حاجه مزاربك زاربك بقاي غادا غير دقه دقه دق. حتى توصلي للنهايه وهذا هو الشكل ديالها النهائي بطبيعه الحال بقيت غادا بالعقاد حتى وصلت للاخر ودابا آه غادي باش نركب السفيفه ديالي فوق التوب فهنا كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها مهم كنتمنى انكم تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق واش عجباتكم الفكره ولا ما عجباتكمش كنظن ان الفكره جديده ما عرفتش يعني هذه السفيفه هذه دي ديال العقيق مع هاد العقاد وواحد الحاجه اللي زوينه زوينه بزاف وانكم تقدروا ديروا نفس الخدمه في جلابه او قفطان يعني ماشي مشكل تقدروا انكم ديروا نفس الخدمه في جلابه وكنظن انها غتجي رائعه يعني باش ديري واحد السفيفه بالعقيق وفي الوسط ديالها ديري العقاد يعني غتكون فكرة جديدة يعني هي جديدة وفي نفس الوقت الواحد ديما يجرب الجديد وديما الواحد يحاول انه يخرج من الحاجة اللي ديما كنديروها يعني المهمة ديال الفكرة ديالي كنت من أنكم تعطيونا الرأي ديالكم اللي عجباتو اللي ما حتى هو يعطينا الرأي ديالو كيف ما كتلاحظوا معايا هذاك الخيط اللي كان اللي كان ماشي شاط عليا كنت خدمت بالربعه ديال الخيوطة اللي على هاد هجي... على المهم على هاد الجي المهم على واحد جيه وزيال الاخرى شاطو لي الربعه الاخرين هما هادو اللي غادي نلصق الخدمه على التوب على التوب سواء كانت فراشة سواء كانت جلابة يعني كيف ما بغات تكون طبيعة الحال في الجلابة ما غتكون ج... غتكون عندكم ما تكونش عندكم هاد الدورة ديال العنق دائرة يعني غيكون عندكم غير هاديك سبعة سنتيم إلا كنتو خدمتو هاد الخدمة هادي في جلابة هاديك الفتحة الفتحة ديال العنق ديرو فيها سبعة سنتيم بالعقائق بطبيعة الحال خليو سبعة سنتيم خدموها وسيروا عادي بالنسبة الدرس يعني ديال ديال القب تقدروا ديروا اي درس سواء بالراندا سواء بالعماره يكون افضل كنظن ان يعني لانها هي مخدومه بال بالعقاد ديال العماره يعني غتكون من الافضل انها تكون هي كامله مخدومه بالعماره كنظن غتجي مزيانه وحتى الراندا حتى هي تقدر تجي فيها مزيانه المهم هذا غير مجرد افكار كنت شاركهم معاكم اللي تقدروا انكم ديروه وفي نفس الوقت قدروا انكم مديرومش المهم كيف ما كتلاحظوا الطريقه ديال التركيب طريقه الخياطه ديال العقيق سهله جدا غير تخيطي عادي جدا تقدري الا بانت شي طريقه سهل من هذه ديريها يعني ماشي ضروري كنظن في الفيديو السابق اللي كنت فيه سفيفه فوق التوب كن درت شي طريقه اخرى ديال الخياطه ما صراحة الصراحه ما بقيتش عاقله المهم ديروا اي طريقه عجبتكم كيف ما كتلاحظوا معايا انا هنا خيطت هاد الدوره ديال العنق خيطه غير من من الراس الراس الاخر مازال ما وصلتش ليه خيطت حتى وصلت لهنا ورجعت خيط الجهه اللي على اليمين هاد الجهه هادي خيطتها حتى هي حتى وصلت للكتف كما قلت لكم انا ما خدمتش الوجه والظهر خدمت فقط الوجه وملي كتوصلي للكتف كترجعي تهبطي حتى توصلي لهاد النقطه هادي ديال الالتقاء مع السفيفه هنا ضروري انكم تشدوا السفيفه ديالكم بال بالفنيت علاش حيت تقدر انها تعواج ليكم اه فهاد علاش من الافضل تشدوها بالفنيت مزيان عاد بداو تخيطوا يعني هذه حاجه مهمه وبطبيعه الحال ما انكم ديروا واحد الخط اللي تحطوا فوق منه اه مباشره العقاد المهم هنا كيف ما كتلاحظوا معايا هذه الخياطه اللي خيط اه هذا والان غادي نخيط بشكل عادي جدا غادي نخيط هاد السفيفه هذه اللي فيها العقاد المهم نحاول انني نقرب لكم الصوره اكثر واخا هنا التصوير ما مزيان في هذه هاد المرحله هذه كان شويه الظلام المهم كيف ما كتلاحظوا معايا هنا دخلت في هذه العقيقه ومع هذه هاد الدوره هذه من الافضل انني نخدم جوج ديال العقيقات دي حدا بعضياتهم عاد ننتقل نخدم فوق التو وكتضربي عادي في التوب وفي نفس الوقت كتخدمي فوق من هاد العقيقة هذه اهم حاجة هو انك تستعملي برا تكون رقيقة مهم اي براق غير هي تكون رقيقة اللي غدا تخدم لك مزيان تبقاش كل مرات توحلك في, في شي عقيقات بعد مرات كيكونوا العقيق ما كيكونش نفس العبار مرة مرة كتلقاي بعد العقيقات كتلقايهم الحجم ديالهم صغير فكت إن انك ضروري تخدمي بواحد البره اللي تكون رقيقه فعلا المهم هنا غدا تمشي حتى توصلي للنهايه ديال هاد السفيفه هادي وتخدمي هاد الدوره ديال العنق كما قلت لكم انا خدمتها غير من جهه وتي غدا يعني وكتخدمي فيها فهذا هو الشكل النهائي ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا المهم انا درت فتحه اللور ودرت لها هاد الصدفه هادي حيت العنق جا شويه ضيق وقلت ندير لي هذيك الصدفه تجي مزيانه كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديال الفراشه بالنسبه للسيدات المهتمين مهتمين خليت لكم الروابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف وكنشكركم جميعا على المتابعه وكنشكر اي سيده ضغطات على زر الاعجاب وكنشكر اي سيده خلات لينا تعليق شكرا لكم كاملين ومشاهده ممتعه